أيها الأحبة، ونحن في أعتاب شهر الاستغفار والتوبة، شهر رجب الأصب، شهر الخير، فقد بين شهيدنا السيد الصادر قدس الله نفسه الشريفة في إحدى خطب الجمعة المفهوم الحقيقي للخير، وكيف للإنسان أن يفعل الخير ويتجنب الشر. فيقول قدس سره: الله سبحانه وتعالى يريد لنا الخير جميعا، وهو خير، ولا يريد إلا الخير، والمعصومون خير ولا يريدون إلا الخير، والإسلام خير ولا يريد لنا إلا الخير، والقرآن خير ولا يريد لنا إلا الخير. وكان كلامه قدس سره في عدة محاور نحاول أن نقف على بعض منها. أولا في تفيان مفهوم الخير يقول قدس سره: شنو الخير بنظر السيد الشهيد الصدر؟ فما هو الخير في حدود المنطوق الذي نتكلم عنه، وما هو الشر الذي يقابله في حدود فهمي والكلام للسيد الشهيد الصدر على الله مقامه؟ أن الخير هو طاعة الله عز وجل، لأن فيها السعادة والكمال والنور في الدنيا والآخرة. والشر هو عصيان الله عز وجل وعصيان شريعته، لأنها تؤدي إلى الشقاء والتسافل والظلم والاضمحلال في الدنيا والآخرة. ونحن نسمي كل شخص مطيع لله عز وجل بأنه جيد وخير وإنسان طيب، وهذا صحيح، لأن هذه الأوصاف جاءت من طاعة الله جل جلاله. ونسمي الشخص العاصي لله عز وجل خبيث، سميه خبيث وقاسي، وليس بإنسان وليس بحميد، وهذا صحيح، لأن هذه الأوصاف جاءت من عصيان الله سبحانه وتعالى وطاعة نفسه الأمارة بالسوء وشيطانه الرجيم. فإن الله تعالى لم يأمر بسوء ولم ينهى عن خير، وإنما أمر بالخير ونهى عن سوء، فيصبح الفرد المطيع نموذجا مماثلا لكل الخير، ويصبح الفرد العاصي نموذجا مماثلا لكل سوء، كما قال تعالى: أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ثانيا في تبيان مستوى المستحبات، شوف الشهيد الصدر شو يقول بالمستحبات، وإحنا أيام رجب راح تجينا. يقول قدس سره: أما على مستوى المستحبات فالمتوقع من كل مؤمن مخلص، والمتوقع من أي فرد على الإطلاق، أن يكون مؤمنا مخلصا، أي مخلصا لله عز وجل، وليس لأحد سواء كانت من كان على وجه الأرض. إذن فالمتوقع من الجميع أنه كما ينبغي لهم القيام بالواجبات والارتداء عن المحرمات، كذلك ينبغي لهم القيام بالمستحبات والارتداء عن المكروهات حسب الإمكان بطبيعة الحال. فالمهم أن الفرد المؤمن يحاسب نفسه، كلمة كبيرة، المهم عند الشهيد الصدر، أعيدها، ركز. فالمهم أن الفرد المؤمن يحاسب نفسه على الواجبات والمستحبات وعلى المحرمات والمكروهات، فإن وجد طاعة حمد الله عليها، وإن وجد عصيانا استغفر الله منها، وإن وجد تقصيرا شحذ الهمة لتلافيه وعدم تكراره في المستقبل. فإن الله وطاعة الله موجودة في كل زمان ومكان،
وفي كل نفس وفي كل نظرة وفي كل خطرة وفي كل كلمة وفي كل علاقة عائلية أو اجتماعية إلى غير ذلك. وما من واقعة صغيرة ولا كبيرة إلا ولها حكم حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام محمد حرام إلى يوم القيامة صلى الله عليه وآله. ثالثا، في تبيان مستوى الواجبات والمحرمات يقول قدس سره: وأما إذا نظرنا إلى الواجبات والمحرمات فالذي أفهمه منكم، أي من المصلين، أنه ليس أحد منكم لا يصلي أو لا يصوم. طبعا قبل كنا نصلي ونصوم، لكن هسه البعض ترك صلاة الجمعة، مو صحيح؟ الخطاب للشهيد الصدر، للمؤمنين في ذلك الزمن الذين كانوا لا يتركون الصلاة ولا يتركون الواجبات. أعيد حتى تكون تذكرة: وأما إذا نظرنا إلى الواجبات والمحرمات فالذي أفهمه منكم، أي من المصلين في ذلك الوقت، أنه ليس أحد منكم لا يصلي أو لا يصوم أو لا يخمس. شنو كنا نخمس؟ اسأل نفسك بعدك تخمس؟ أو لا يزكي أو لا يقلد، وإلا لما حضرتم إلى صلاة الجمعة جزاكم الله خير جزاء، وشعرتم بأهمية نصرة المذهب والدين جزاكم الله خير جزاء المحسنين. ولكن تبقى بعض الأمور لا بد من الالتفات إليها. اسأل نفسك بينك وبين الله عن بعض المحرمات المحتملة وبعض الواجبات المتروكة: هل قمت لصلاة الصبح هذا اليوم؟ اسأل نفسك كم هي النسبة التي تصلي بها صلاة الصبح في وقتها، أو أنك تنام باستمرار عنها. ومن ينام عن صلاة الصبح بطبيعة الحال ينام عن صلاة الليل بطريقة أولى، أكيد ما يصلي صلاة الليل. سأل نفسك صار لك قد ما صلي كم سنة. ولا يقرأ دعاء الصباح ولا القرآن ولا التضرع والخشوع خلال الفجر بطبيعة الحال، هاي كلها إذا مقعدت صلاة الصبح. إيش قد راح تعوفك واجبات وإيش قد راح تترك مستحبات بطريقة أولى، فيفوته الفضل كله وليس له بديل إلا النوم. لأن لا صلاة الصبح ولا صلاة الليل ولا النوافل ولا القرآن ولا دعاء الصباح. هذا دعاء الصباح إذا ما عندك راديو، ترى يومية بالسبعة القنوات الراديو كلها طلعة، اقرأ سمع ويا الراديو بأجر وفضل. وهل يصلح النوم أن يكون بديلا عن طاعة الله والخشوع لله وذكر الله والقيام بالواجبات والمستحبات، فيكون النوم سيفا من سيوف الشيطان؟ هاي شو وقت يعوف هاي الأجور العظيمة والفيوضات الربانية، يضرب به الشيطان المؤمنين ويذهب عليهم آخرتهم وفضيلة أعمالهم. اسأل نفسك كم كذبة تكذب في اليوم، وأن ديدنك وعادتك على الكذب والعياذ بالله، أو أن عادتك لالتزام على الصدق والحمد لله. وما هي النسبة بين صدقك وكذبك في حياتك؟ إيش قد تكذب وإيش قد تصدق؟ والكلام من مرجع أعلى، نزل هذا المستوى من الخطاب البسيط السهل حتى يعلمنا ودغدغ مشاعرنا. نصلي الصبح لو ما نصلي، من نحكي نكذب لو ما نكذب، هذا اللي يغير. فإن وجدت الطاعة والصدق فاحمد الله على حسن هدايته لدينه والتوفيق لما دعا إليه من سبيله، وإن وجدت المعصية والذنب والعيوب فبادر إلى التوبة، فإن التوبة غير قابلة للتأجيل، كل شيء يقبل التأجيل.
لكن التوبة لا تقبل التأجيل، بل واجبة فورا دائما، لأن تأجيلها يعني احتمال أن لا تحصل أبدا. أما بحصول الموت فلربما الإنسان يموت في أي نفس وفي أي يوم وفي أي ليلة، وهو ممكن دائما. وأما بحصول الغفلة، إذا ما تبت تغفل عن التوبة، سويت ذنب بعدين أتوب. وأن يكون الفرد من التدني وقسوة القلب بحيث لا يكون مستحقا للتوفيق للتوبة والفرصة للطاعة الموجودة دائما. والفرصة للتوبة وباب التوبة مفتوح دائما، أعيدها، والفرصة للتوبة وباب التوبة شو يقول السيد؟ مفتوح دائما ما دام النفس موجود. فإن كنت متدينا فماشي في طريق الكمال، فاسرع لرضا الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد. كذا.